Yeah. I love this place. لأني بحب البحر. لو بدنا بس نروح ما في مكان تاني. هو المكان الوحيد اللي نقدر نفرغ فيه اللي جواتنا هو البحر. I'm serious, but also I'm funny. I'm serious and I'm funny. If we go to have fun in somewhere, I will be something crazy. But when I go to work, I go to theater, I put in my mind, okay, we come here to work, we should do things like this. عطشان ياما أروح لول أروح أشرب حدانا بيت حياتنا في قمة السعادة وأنا في قمة السرور، بس بالرغم من هيك إلا أنه في أشياء مستفزة. أنا زهقت، عارفين أنا زهقت وأنا بعد في فلوسي، والمصيبة أنهم كل مالهم بيزيدوا، صرت مش عارف وين أوديهم. أكتر إشي بحبه في الكتابة وأنا بتخيل الكلام اللي أنا بكتبه. أحب لوم العوازل لما يلوموني. كلا دول تمارين مسرح كنا ناخدهم. أوكي، شغل أنا في الحياة إني لما أطلع على المسرح بكون كتير مبسوط، ببسط الناس، لأنه لازم العطاء يكمن في قلوبنا، والعطاء كمان يكمن في السعادة. المكان هذا بالنسبة لي كل إشي، لأنه المكان هذا بحس روحي فيها، برتاح كتير فيه. كل إنسان بيكون بنتمي لمكان، أنا لهون منتمية. حتى في توجيهي أحياناً كنت أتسلل وأجي على المسرح بدون العلم بابا، بس وبعديها برضو الحمد لله هني في المسرح. يعطيك العافية. يعطيك الله عافية. الله يعافيك. الله يعافيك. أفضل شيء في حياتي المسرح. بلاش في العالم، في القدس. تعرف ليش؟ أنا قبل ما أعرف المسرح كنت إنسان انطوائي، ما أتعرف على حدا، بس لما خشيت في المسرح صرت أكتر واحد في الشباب المعنى الاجتماعي، لدرجة إنه من كتر ما بعرف ناس صرت أنسى اللي بعرفهم، صرت أنسى أسمائهم. I guess it's so important. For me, I feel that theater, TV, songs, and all of these things are the things that affect the people the most. So So if you want to change, for example, bad ideas, if you want to give people some hope, if you want to help people to get over the problems they have, theater is one of the most things that would help.
أكتر إشي بحبه في غزة إنها مش زي الدول التانية. الدول التانية عندهم مشاكل كتيرة، مجاعات وحصار وانقسام واحتلال وقصف وتدمير وموت، أما إحنا ما في عنا أي إشي من هذا الكلام، علشان هيك بحب غزة كتير. وأنا أكيد مش راح أموت من الجوع أو الفقر أو من جلطة من هالجلطات اللي ماتوا فيها نص قرايبي. من كتر السعادة بدينا مع عشتار في 2010، صار في اختبارات للممثلين مين أحسن مين أفضل في التمثيل في الكتابة، وصلنا لعدد معين، كنا 33 شاب والحمد لله ضلينا مستمرين في المونولوجات. من وانا ولد صغير بحلم أكون لاعب كورة مشهور، كنت مؤمن إني راح أحقق أحلامي، بس اليوم مليون عقبة بتوقف في طريقي. أول إشي ما فيش ملاعب لا للكبار ولا حتى للصغار، واجا الحصار وزود الطين بلة، لكن الأحلام والأمان والأمل والمستقبل كلها كلمات بتفقد معناها في بلد بتقتل أصغر حلم. They were really the age between 14 and 18 when we started in 2010, and these young people were traumatized, and the trauma was the biggest challenge because they weren't able to express themselves, they weren't able to focus in any theatrical exercise. We had to have a psychologist on board in addition to the main trainer Ali Awiyasuyin, in addition to me following them over Skype. هنشتغل من غير موسيقى او شيء، بس بدنا نشوف بروفا اوليه. تمام، تفضلوا، موفقين. جاهز؟ تفضل. يعني هو المسرح رسالته الأساسية من أجل التغيير، هذا هي رسالة المسرح اللي إحنا يعني اشتغلنا عليها لسنوات، بحيث إنه نقدر نخلق أشخاص مختلفين، أشخاص واعيين بفن المسرح، مؤمنين إنه إحنا رسالتنا في المسرح هي رسالة حب، رسالة محبة، رسالة سلام، أدواتنا الكلمة، وهذا طبعا بأمن فيه تماما. أنا بدكم تقولوا عني جبان؟ قولوا، بطلت تفرق معي، لأن بعد الحرب أي ولد بيغلط علي أو حتى بيضربني بحزن عليه وبضحك، بس قبل الحرب أنا ما كنت هيك، كان الطير الطاهر يتأذى منه ويتحشاني. ليه صار معي هيك؟ لأن بصراحة من كثر ما شفت أطفال ماتوا في الحرب صرت أحس إنه كلنا رايحين نموت، بس الموت مؤجل شوي. When I received the text for the first time from the Gaza kids, I was very sick because they were so striking. I mean, it was so powerful and it was so harsh and it was filled with emotions and it was really, the stories were told as if they were not young children anymore. Mm-hmm.
شفنا أشياء كتير. إحنا كأطفال مفروض إحنا بس بنفكر بالألعاب، نفكر إنه وين بدنا نروح، بنستنى العطلة عشان إنه ننبسط ونلعب. لا، إحنا شفنا جانب تاني خالص، شفنا العذاب، شفنا الألم، شفنا القصف، شفنا الحياة التانية، الوش التاني للحياة زي ما بقوله. أنا بمدرسة الرمال اللي جنب الجوازات اللي الضربة الأولى كانت فيها، كل الجوازات طارت على مدرستنا، كل البنات صاروا يبكوا إلا أنا كنت أضحك. لهلأ مش عارفة ليش كنت أضحك. لما روحت على البيت فتحت التلفزيون شفت كل المباني اللي حوالين مدرستنا مدمرة، والشهداء والشهداء مرصوصين فوق بعض. بعد المونولوج اللي كتبناه لأول واحد، عشنا مرتين حروب، صار معنا أشياء كتير في الحروب هذه، تعلمنا أشياء كتير، أو ممكن نحكي إن إحنا صرنا نخاف. في جانب من الخوف، يعني أنا صار عندي خوف من الناس، أنا خايفة أخلط مع الناس، خايفة أطلع. It's one of the oldest neighborhoods here in Gaza. It has a lot of people living in it, so it's really so crowded. I've lived here for so many years. So for me, it's a so special place. In the first war here in Shijaya, we needed to leave our house. And by the end of the war, the front side of our house was kind of destroyed. So then I understand what does it mean to be here in Shijaya, and what does it mean that it's not safe really to stay here, especially in the wars or these things. Shijaya, دائما مركز الأحداث. كل ما الاحتلال بده يقتحم غزة بيشرف من عند دارنا. ولما بدت الحرب الناس تركت بيوتها، لأنه كالعادة الشجاعية لازم تاكلها، وطبيعي في هاي الحالة نترك بيتنا. كل العالم تتصل في أبويا تقنعه يترك البيت، وبعد ما غلبنا معه في الحكي وافق وقالنا انتوا روحوا وأنا بلحقكم. كيف بدنا نروح ونتركه؟ In the month after 2014, it was a little bit hard to come here to Shijaya because you would find a lot of destroyed houses all over you live. You would find every street you walk in, you will remember someone that was living here, someone that you know, and he passed away. And you know where exactly he died on the street. So these things all were kind of hard for us. So we decided to take a house in the center of the city. And this is where we live right now. أنا أكتر شيء بيستفزني المشاكل ونظرة العالم الخارجي واللي فاهمه عن غزة إنه كلها حرب ودمار وموت وقتل. بالعكس، بالرغم من انه غزة فيها ممكن مشاكل هاي، لكن انه فيها شغلات كتير حلوة. الحب، علاقاتنا، حب الناس لبعضها،
حبيبي بدو القمر والقمر بعيد والسماء عالية ما بتطال الإيد. أنا كنت حابب أفوت في مجال المسرح أو السينما، لكن للأسف الشديد فيش في جامعة قطاع غزة هذا المجال، فاضطريت أن أفوت في مجال الصحافة والعلاقات العامة لأنه بحسه هو الأقرب للمجال. زي أي واحد ححط الشهادة في البيت وحستمر في العمل اللي أنا بحبه، الفن والتمثيل والإخراج. في غزة المشكلة عندنا هون في غزة مجالات العمل كتير قليلة وبطيئة بسبب وجود بطالة كتيرة موجودة في هالبلد، وناس كتير مش لاقية تشتغل، ومع إنه معها شهادات من أعلى المراتب، لكن أغلب شهاداتهم تتعلق على الحيط. في المستقبل إن كبرت في غزة إنجاز إنك تكبر، لأنه الموت واقف للواحد على باب داره. نفسي أكون مربية أطفال. لأنه أطفال فلسطين من حد ما يتولدوا بكل الولد عمره 6 سنين وبصرف على عيلة. بس مش هذا الموضوع، الموضوع الشغلات الهبلة اللي صارت في الحرب واللي أنا مش ملاقيين حل. أول شغلة الدنيا مولعة وحاسين حالنا كلنا بدنا نموت، وستي لخمتنا على ضبة أسنانها. خايفة لما تموت الناس يعرفوا إنها ملهاش أسنان، قال يعني مش عارفين لها البيت. كل إشي ممكن يكون حقيقي في غزة أنا بعكسه، لأنه فعلا الوضع اللي إحنا بنعيشه من كتر ما هو صعب جدا، فإحنا بنحاول نضحك هستيريا. يلا the work. بلاد كتير احنا غزة بدنا نحكي فيها، يعني مش راح نخلص. مشكلة الحصار الموجود علينا، مشكلة الكهرباء، مشكلة المية، مشكلة الخريجين، مشكلة البطالة. قطعت الكهرباء بتأثر علينا بأشياء كتيرة، حتى بتأثر علينا في المسرح، مواعيد خاصة لازم نيجي عشان الكهرباء. بتأثر على دراستي، بتأثر على عينينا واحنا بندرس، بضطر اني اروح على اماكن عشان اعرف ادرس. والمية أحيانا يعني أو نعبي الجلن اللي على السطح البرميل، وهذه مشكلة كبيرة. كل مشكلة على مشكلة بتتراكم، أحيانا بيكون في كهرباء ما في مي، أحيانا بيكون في مي ما في كهرباء. صراحة يعني كل هدول المشكلات اللي احنا اصلا بنشوفنا صار عندنا حالة، يعني كيف احكي لك، دبلان وتبلد زي ما بيحكوها، تمام. بس انه احنا هذا الاشي مفروض علينا، مفروض. وانا مش عارف ليش بحكي لكم هالقصة. كل اللي بعرفه انه احنا عايشين في قفص، في سجن زي العصفور المحشور، بده يطلع لكنه محاصر. أنا ما بتذكرش كيف ما كانش الحصار، لا أنا طول عمري بتذكر الحصار. لا ما سافرتش ولا مرة بالمرة. احنا ما سافرناش من وجهة غزة بسبب المعبر، يعني جدنا 3 سفريات ثم ما قدرناش نطلع عشان معبر رفح كان مسكر فترة كبيرة كبيرة كمان.
when we thought we want to take these stories around the world and take the youngsters from Gaza to the United Nations and present their stories to the world, we were not able to, of course, because no one would open up this prison. We managed in 2011 to get a group of them out to the UK. Another went to Poland, a third went to Greece, but that was like one extraordinary time for Gaza when the borders were open with Egypt. And therefore, the Ashtar youngsters had hold the responsibility to carry these monologues out to the world. The monologues that I do have grown with me. That's what I feel. Because I started doing them while I was a child, which was in 2010. I do remember the first time all my group, we were 25 kids from Ashtar in Ramallah. We had, each person had in front of him or her, four monologues, and we were reading the monologues together, all the monologues together. It had this special atmosphere because some of the monologues are comedy monologues, some are tragic, some, so it was full of feeling and energy. واحنا مروحين من المدرسة سمعت صوت طيران بعدين انفجارات. أنا خفت كتير، أول مرة بسمع صوت بخوف هيك. لانا قربت مني، مسكت إيدي وطلعت فيه، حكت لي ما تخافي، الموت ما حيفرق بيننا. The first monologues, they were like, most of them, they were like not realizing that it's not the last war, you know? Mm. It's going to happen again. And no one knows when it will end. So I think that's why they were, yes, 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 and then, okay, the first war, the second war, blah, blah, okay, what is happening? Yani, that's the thing, the realization in the second monologues is, I don't know. أزل كل يوم بسمع على التلفزيون على المواقع الإخبارية الدولية، مش عشان عندنا اقتصاد قوي ولا علشان عندنا عجائب الدنيا ولا علشان عندنا طيران. كل الدول تدخل موسوعة جينيس بالاختراعات، وإحنا كمان دخلناها. إحنا أصحاب أكبر وأطول سلسلة حروب في العالم على شعب أعزل. إحنا أصحاب أكبر وأصعب صرختين في العالم. أنا عن جد أنا جاي هون ليش بالعربي؟ ليش؟ أنا جاي هون أحكي المونولوجين، كل المونولوجين، محمود بلعوي، محمد قاسم. هديها إيش جاي أحكيهم وأروح. أنا روحت بعد المونولوجات، سلامات، شكرا. مبسوط ومش مبسوط؟ مبسوط لأني
بوصل رسالتي أنا لكل العالم عن طريق يعني صديق لإلي من رام الله ومش مبسوط لإني أنا ما قدمتها. We are still alive and we are here. Why can't we go there and to talk to people, to tell people what we feel and to talk to them, to see their reaction, their reactions, their I don't know, to see how they feel about us, about what we have said. Unfortunately, it's so hard thing to do. We will be having our third International Youth Festival in July, and our young people from Gaza were hoping, were working to bring them out and bring them to the festival in July, to Ramallah, and perform the Gaza monologues there. Their own stories to our audience in Ramallah. الله اعمل سنودي غيمتين ولفك مثل ما الغيم بيلف الارض الله طب حبيت اسالكم على شهر 7 كيف الجدول رح يكون كيف اوكي شهر 7 رح ينتجوا على الضفه وراحين تكونوا مع شبابنا الحلوين ومع مجموعة من المسرحيين دوليين زي كيف لما رحنا على بريطانيا رح تشتغلوا على مسرحية مع بعض تعرض في آخر بآخر يوم بعشر أيام وبعدين في عندكم عرض لمونولوجاتكم أنتوا يوم 14/7 تفضل يا رب طالعين من معبر إيريز طبعا من معبر إيريز أكيد فش غيره لأنه هاي الطريقة الوحيدة اللي عم نحاول نتلاقيهم. معبر إيرس آخر فترة بالمرة. من عارف. يعني بس إن شاء الله ننجح طبعا يعني لأنه إحنا. إن شاء الله تيجوا إن شاء الله. يعني عن جد كتير حابين إنكم تطلعوا. وهم عارفين انه الموضوع مش بدينا ولا بدين عشتار هو بدين الاسرائيليين بيمسكوا الكشف وبحطوا صح وغلط على اللي بدهم يسفروه فبحاول انا بالاقناع انه فرصة جاية وانه هذا طبيعي وقعنا هيك احنا قاعدين تحت رحمة الاحتلال الاسرائيلي واحنا محصرين انا كتير متحمسة اني ازور رام الله بتمنى اني اكون هناك وهنا قاعدين نستنى في التصريح بس الله أعلم برضو كمان مرة تعالوا هنا أنا دربت كتير يعني تقريبا مئات من الممثلين في قطاع غزة واللي دربتهم كلهم تقريبا اتغيروا صاروا ناس فاعلين في المجتمع فهذا صحيح يعني أخذ جهد ووقت كتير بس هذا الوقت والجهد لا شيء مقابل ما بشوفهم اليوم كيف هم واقفين بغيروا ثقافة مجتمع بحالها اليوم يعني أصبحوا معروفين تقريبا في معظم قطاع غزة وقدموا أعمال مسرحية عديدة وأنا كتير فخور بالعمل معهم ومع عشتار أنا في غزة يوجد طاقة يعني في طاقات شابة في البلد لو طلقناها على جبل كبير عالي بتنزله كله ناس عن جد بتشغل ناس عقول بتفكر عقول بتشغل في طاقات شابة في البلد الله بيعلم فيها قوية بس مطفية ما حدش مدور عليها كلهم يعني كلها ساكن في بيت صغير مخبى ومجلتنين كلهم
الفرصة اللي ممكن يعني تنعطى للشباب هي الحرية انهم يتحرروا من شغلات كتير. والحرية بس مش بس حرية الارض وبس، الحرية حرية الانسان انه يقدر يحل، انه يقدر يفكر، انه يقدر يعطي، انه يقدر يحلم. يعني حلمنا الوحيد صار في البلد انه نسافر، وهو حق إلنا. It's really hard because, first of all, I didn't want to study here because I'm studying English literature. It's a field that if I study it in the US, in the UK, in such a place, that would be much better for me. I tried to do this. I really tried hard. For 2 years, I tried to have my bachelor degree in the US. I was trying, but I couldn't, finally. In many days, I'm just like, okay, I'm done. I don't want to live anymore. I'm not going to do anything. I'm just going to sit here. I'm going to sit on Facebook, for example. I'm going to do nothing for the rest of my life. And the second day, I go back to work again. Because, you know, it's not about hope. I guess it's the only choice that I have. I'm alive, and I need to be alive. I need to live. So I'm always trying to improve my life, even if it was so hard. I didn't have another choice. إنه إحنا هلا بدنا نروح على الضفة مش قادرين، هذا أبسط إشي. لأن بس مجرد إن بدي أروح على الضفة أشارك في مهرجان أنا يعني حابة كتير أشارك فيه، مش قادرة أشارك فيه لأنه احتمال كبير، وهو الأغلب إنه حيل تفقد التصريح، واحتمال كبير لا. يعني إحنا عايشين بين الآه واللا، ما في إشي ثابت في غزة. من غزة؟ Remove the siege. If we remove it, everything will be good. من كل النواحي، من ناحية التعليم، من ناحية غلاء الأسعار، من ناحية السفر، من ناحية العيشة نفسها رح تتغير. أنا متأكدة كل إشي في غزة رح يتغير. الناس في غزة حتى نفسياتهم بدأت تتعب من كتر ما هم خنقينهم. بأثر حتى على المعاملة بين الناس نفسها بين بعض، بأثر على المعاملة بين نفسهم. فأكيد لما يروح الحصار عنا الناس رح تنفرج عنها كل شيء. قبل 5 سنين كانت طموحاتي اني اكون لاعب كرة مشهور في غزة، بعدين نطلع نسير بين الناس. بس ما لقيتش منها فايدة وممكن اصير لاعب كرة مشهور، فقمت فكرة الكرة من بالي واتجهت، صرت نفسي اصير ممثل اعرض الصوت الفلسطيني. إن شاء الله إذا رحنا على رام الله نعرض المونولوجات راح يكون يعني إشي كتير حلو بالنسبة إلي شخصياً، إن حتى هذا يمكن تكون أحلى سفرية في العالم، إن أنا بدي أروح أزور بلد اللي إحنا أصلاً مش قادرين نروح نزورها. يعني
انا غضبان غضبان عن جد، لانه يعني لمتى لمتى حنضل هيك؟ لمتى حنضل مخنوقين؟ لمتى حنحاول كل مره بدنا نطلع كل واحد علق امال على زي ما بيقولوها بتعلق امالك على قربه مخزوقه؟ كيف حترجميها هذه؟ لمتى حنضل في الوضع هذا وانقسام وحرب وناس تضرب من هنا وناس من هنا وناس من هنا، واحنا شعب عن جد بطلنا قادرين نتحمل، صرنا بدنا ننفجر. بس انا واحد من الناس كل ما احس حالي بدي انفجر بجي لهوايتي المفضله هي المسرح والتمثيل، افرغ عن طاقتي وافرغ من الشغلات اللي بتخزي اللي عن جد بنعيشها. بالرغم من هيك بنضل نقول ماما انا فاهمهم كثير، لان انا يعني تقريبا ربيتهم ربيوا معي وهم صغار، وكثير ساعات حزنهم بصير حزني. يعني قبل شويه لما احنا بلغنا ياسمين انها مش حتسافر هي انهارت في الداخل، طلعت كثير. انا كانت هي تبكي وانا بحاول اضحكها وانا كنت ببكي من جوا. والله العظيم بنموت على ربك. والله العظيم بنموت على ربك. والله بنحبك يا ياسمين. والله بنحبك. وكنا نتمنى تكوني معاهم. يعني انا دائما المطاطه اللي بتمتص الحزن وما بحاولش ابين لهم، بس بفرح فيهم وهم بيكبروا بعذبهم. هذا الحزن هو مخيم على سماء غزة، يعني الحزن موجود في عينين الناس كلها. أوكي. احنا بنتمنى انه تخف المعاناة هذا علينا شوي، ربنا سهل. محمود مش هبقى بحكي شيء. اسمعي، إذا الواقع بضل زي ما هو مش أنا لحالي، أغلب الشباب في هذا المجتمع ما حدش فيهم حاسس أي شيء، لأنه في غزة أصلاً يعني حكيناها في منوج ياسمين كاتبة، في غزة إنجاز إنك تكبر، لأنه الموت واقف للواحد على باب داره. بعدين في شغلة، بعدين في شغلة، إحنا في غزة حقوقنا صارت أحلام في غزة. صار حلم واحد يعني لما خلص، يعني انا حلم اسافر واضو وعملت حالي وعلى الفاضي في شيء حلم. اسعى الى الامل، يعني ادور على الامل، ادور وين هو موجود. يعني انا كنت متامل في سفره على رام الله، بس للاسف في شيء، يعني خلصنا من هذه الشغله، الامل اللي هنا راح. بروح بدور على أمل تاني إنه يوصلني للي أنا بحلم فيه. وين عرم الله؟ وين عرم الله؟ وانت يسافر وين عرم الله؟ لا تخاف من الله، لا تخاف من الله، ده وين يسافر وين عرم الله؟ أيوه ربنا سيدي. وانت يا مسافر What are you doing today? Go to Ramallah. Hopefully. Travel Ramallah. Finally. Ramallah. We will do everything. نفسنا نشم هوا Ramallah. I'm really sad for Yasmin and Mahmoud and Ali because I think there is no reason to. Refuse them. They are not dangerous. They are teenager. We, I think, and actors, and not dangerous or have thing to kill them. No, we are exactly. Just to act. You are going to act. Yeah. Allah wa No, there is no reason. There is no reason. I know there is no reason. Just and. To make some of us sad. ممكن كان أي حدا فينا أصلاً يرتفع من الأربعة اللي إحنا قاعدين، بس خلاص هذا برجع في إيد ال. Anyone could be rejected, even from us,
and there is really any logic reasons why they were rejected and why we are allowed this. بس it's a matter of law. محمود and علي and ياسمين انهم هم في قلوبنا وروحهم معنا واحنا كنا بنكمل بعض. خايفين يكون في شيء ثاني. No one is sure. We can never be sure. So we are in Gaza. Nothing is sure. That's it. This is Gaza. They may tell us you should go back to Gaza and you're not gonna leave today. That could happen. Three checkpoints, and at the three checkpoint of the government here in the West Bank, they told us that the name of Muhammad is not there. And so we waited for something like an hour or two. We hoped that you could have the permission, but unfortunately he didn't. And by coincidence, we figured out that Ali has a permission, but he does not know this. So we called Ali and we told him that you have a permission and you should come tomorrow to Ramallah. This moment was really so hard for us, for all of us, whether it was for Muhammad or for three of us. And for me too. We were so, and for Ali also. وأنا كنت متقبل تماما أن ما طلع ليش تصريح وأنه مش هسافر. بس تاني يوم لما بلغوني أنت سافر ومحمد قاسم حيرجع. ساعتها صرت يعني المفروض اني افرح بس ان انا ما فرحت صرت اصير افكر في محمد ليش محمد المزه المزه هذه فكان الامر شويه صعب علي هون شباب Before we come, we think that it's impossible to go out from Gaza and to come to Ramallah. So when we do it, we are really happy because this is the first time for us to come here to Ramallah and have a new experience with the people here and the people from outside Ramallah. That was really, really amazing. And we are happy because we see that Ramallah is really a very beautiful place and see the difference between Gaza and Ramallah. قصة حلوة برضو إنه نشوف ناس متواصل معهم على الإنترنت صرنا 6 سنوات وما فريق عشتار في الضفة هذه كانت أول فرصة إننا نشوفهم بعد 6 سنوات شغلنا. والله يا كبير نفطع
سيفتقدك ورام الله تفتقدك وأنا سيفتقدك يا ويلي والله هو أكثر واحد. We are so sad because you are not with us. يعني الحين شوف انت هبة أول ما دخلت على بلد غير بلدها قلبت إنجليزي. شفني مع العرب تعرفني مع العرب فيش عندنا شكر لهذا الكلام. والله عن جد يا محمد يعني. أنا حبيبي اسمع أنا طلعت معكم أنتوا أربعة بلد مش فارقة كتير يعني هيك الموضوع انتهى. أوكي الواحد انفلس عشان مطلع وعلى أساس فرح إنه هو كان مقبول وجاء تصريح وجهز حاله وودع أهله وتصور هو فرحان لما وصل للنقطة الأخيرة ما طلعش وكان تصريح مرفوض. طيب علشان هيك هو اللي انا زعلان عليه يعني انه الاحساس تبعي مش تعبك. يا الله اسمع خليني احكي لك شغله واحده يا محمد. فجأة يوم ما بدي يعني أحلى واحد في كل الدنيا بده يسافر مع دينه وحاطين أكثر من كذا نقطة أحلامنا نبنيها مع بعض ونصير مزة تاعت إيرز بس إحنا عن جد وحياة النعمة مجرد ضحية. بحكي يا زلمة والله بديش أحكي يا زلمة كتير يعني يا محمد يا هي نقطة أنس عن جد عن جد نقطة أنس عن جد معقولة. طب هذا إيش أناس؟ خلاص تمام. What's the main difference? I don't know. I'm wearing my pajama. I never go with pajama. Yeah. This is the big difference. Yeah. So there are a lot of difference, you know. There's electricity. The electricity here is always. And we can do something that we in Gaza we can do it like this. And شوف السر اللي هي هذا تفهمه غلط بس يفهموه غلط. بعمل أشياء هنا ما نعملها في غزة. There are a lot of things that here we can do. خايفة تفهمها غلط. That we can't do really in Gaza because like. We can go to new places, we can walk in a lot of streets, we can go walk in the night and a lot of other things. شفنا شغلات يعني مختلفة هان انه كيف احكي لك انه احنا فيش عنا حرية هان open mind حرية كتير فمش عارف كيف صراحة يعني اكيد هذه الحرية يعني لازم تكون حدا موجود عندنا في غزة لانه احنا بنستحق الحرية. Actually when I called my family I told them how you are living in Gaza. Gaza is really bad. How we are living there. I love Gaza, but the situation there is not really good. They are dying in Gaza. Really, they are dying. ولا أحضره حكيت له أنا بحبك كثير
هاي الدنيا. كنت انا وياك يا محمد اصحاب كثير، نلعب كوره مع بعض، نطش وننزل مع بعض. ليش انت يا محمد في اي دنيا لحال؟ ليش صار نصب كثير؟ حسيت انه بنات الموت عم بيحبني ومش حالد عني، بس الحمد لله بعدني عايش، بعدني عايش الحمد لله. لما روحت على البيت فتحت التلفزيون شفت كل المباني اللي حوالين مدرستنا مدمره، والشهداء والشهداء مرصوصين فوق بعض. شفت مدرستنا بس ما شفتش حالي، وحمدت الله يا رب ما يجي يوم واطلع في على التلفزيون، لانه ما بيجينا منه غير الموت. بعد الحرب صرت دايما لابسه وضيق ومرتب على الاخر. ليش؟ اقول لك ليش؟ لانه بكون خالي، يعني لو متت حابة اموت موتة حلوة، بس بيكون اكبر مشكلة لو خبطوني صاروخ، لان وقتها راح اصير 100 شقفة، وانا حابة اموت شقفة واحدة بس. يا سلام على غزة واحلام غزة، صار حلمنا نموت موتة حلوة مش نعيش عيشة حلوة. People were saying this on the news, that we're going to have another war soon, and it's going to be the most dangerous one, the hardest one ever. So, yeah, these are not exactly good news that you want to wake up and hear in the morning, so...